الصحي تبع الطريق نزل لتحت مش مستوى مثل هذا مستوى الارض، فانا بدي زيح عنه زحط الموتوسيكل كله وضربت ايدي. الحمد لله ما في سيارات، لو في سيارات كان مصيبة يعني. هذا الحكي بالزلقة. كنا نقول انه طرقاتنا بتتسمى طرقات غير متسامحة، شو يعني؟ يعني اذا ما الحادث قتلنا الطريق بتقتلنا. هلأ رح نحكي عن الحالة يلي نحنا صرنا فيها بس من بعد ما عددون. تاني شي لازم يكون في تطبيق حازم للقانون، لازم يكون في توعية، ولازم الإسعاف ينزيد من مراكزه تيصير وصولهم أسرع، وآخر شي لازم يكونوا سياراتنا مستوفين شروط السلام. هول قبل كان لازم يمشوا مع بعض، لا يزال هلأ أكيد لازم يمشوا مع بعض. بس تخيلوا نحنا من بعد هالكارثة الاقتصادية المالية اللي صارت وانهيار الدولة اللبنانية، قديش هلأ نحنا لازم نقول طرقاتنا صارت غير 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 متسامحة. يعني قبل إذا كان في نتفة تأهيل لطرقاتنا، هلأ ما عم بيصير في تأهيل خالص. يعني بدك سوقي، بدك سوقي عنك وعن غيرك وعن يلي على البلكون وعن يلي على الطريق وعن هيك. السواقة اليوم السلامة المرورية كتير صعبة. إشارات الضوئية منا موجودة بقى، وكان إذا ما فيت أو تعطلت الإشارة الضوئية يكون في دركة واقف تينظم السير. هلأ لا في إشارات ضوئية ولا في شرطة يلي يعطيهم ألف عافية، أنا بعرف، بس ما بقى عم يتواجدوا بالنسبة يلي كانوا يتواجدوا فيها. حكينا عن التوعية، نحنا ككنهادي عم نشتغل عن التوعية. التوعية هي مشوار طويل، والتوعية هي جزء صغير من شيء اسمه سلامة مرورية. هلأ بي من أنا وصغيرة كتير علمني أنه اطلع بعيون العالم أنا وعم سوق، فبعتقد هلأ بعرف أقرأ شوي إذا الشخص رح يقطع أو ما رح يقطع، إذا لازم انتبه أو لا. هلأ شوي بتعب هالشي لأن دايماً لازم يكون مركزة. في ناس بتتأثر بالتوعية، في ناس ما بدها تسمع، ايه او لا ما بدها تسمع. هون بيكون دور القانون تيردعها. 85% نسبة اذا بدك مسؤوليتنا بكل حادث منتعرض له. كلنا منعرف الحالة المزرية يلي على طرقاتنا ومنسرع عليها. كل هيدا بنرجع هو الالتزام واحترام القانون. تعرف القوانين بتنحط لحماية الإنسان ولحتى توجه لك حياتك وتكون أنت عايش بطريقة مرتاحة. القانون منه أساس، أساس للي بده يخالفه، بس هو بينظم لك حياتك. ما في تنسيق بالعالم كيف بتسوق، يعني شمال يمين، شمال على يمين، من يمين على شمال، ما حدا بيمشي خط جالس ديركت. سياراتنا لازم تكون مستوفية شروط السلامة. نحن هلأ الحالة الاقتصادية غير أنه ما في أدوية على الطريق، إذا دواليب سياراتنا بدون غيار نحن ما عم نغيرهم لأنه كلفتها كتير كبيرة. أنا من حقي أني ما موت على الطريق، هيدا حق من حقوقي. يعني اللي عم بيسوق سيارة ما له حق يقتلني. للأسف نحن أخدينا فشة خلق. أوكي هون تأكيد تطبيق القانون مهم، بس كمان أنت يا شخص يلي عم بتسوق بهاي الطريقة لازم تعرف أنه أنت في احتمال كتير كبير تقتل. يا خي ضميرك بتوعك تقتل حدا؟ في قانون بس ما بدك مين يطبقه.